السلام وأنه بلد لا يقول للحرب يقول للسلم والسلام، وأنه بلد حقوق الإنسان، وأننا المغرب الحمد لله سائر في طريق، نحن سائرون في الطريق وراء جلالة الملك الذي هو دائما يمد يده إلى الصلح، دائما يقول تعالوا بنا إلى الصلح، دائما لا ينطق بأسلوب الحرب أو أسلوب الإرهاب أو أي شيء، ينطق دائما جلالته بأن الدولة بأن المغرب سالم مسالم بأننا مسالمين، وحتى إذا جئنا لهذه البلدية فإننا لسنا ضدها، ولكن نقول لها بأننا مغاربة ونحن هنا ندافع عن قضيتنا وعن وحدتنا الترابية، أحب من أحب وكره من كره، إننا مغاربة وراء جلالة الملك، ونقول عاش الملك، الله الوطن الملك.